نشوف بقى مع بعض أخبار نادي الزمالك. حد امبارح ناس كتيرة بتكلمني، يعني حسين لبيب موفر الهدوء، حسين لبيب موفر استقرار، جبتها منين دي؟ طيب وعكس كده انت جبتها منين؟ يعني عكس كده ان مفيش هدوء داخل نادي الزمالك، مفيش استقرار. احنا في الاخر يا جماعه بنشرح وضع شاشه، بنشرح وضع سياسه واداره. شاشه في هدوء في الزمالك يبقى في هدوء، الامور ماشيه بشكل جيد جيد. حسين لبيب ناجح ان هو يبيع، احتفظ بالالقاب طبعا، ناجح ان هو يبيع للاعيبه نادي الزمالك فكره الجمهور، مش فكره بس الفلوس. هديك 7 8 9 بس حدهم لك في مواعيدهم، عندك جمهور بالملايين في ظهرك، قادر مع الكابتن حسين السيد ان يبيعوا البيعه دي، قادرين ان هو ينجحوا في كده، بيجددوا اللعيبه وبيتفقوا مع لعيبه في منتهى الهدوء. زيزو ده دوخنا، فضلنا نقول اخبار يمين وشمال يمين وشمال، وفي الاخر مضى، في الاخر مضى خلاص، ولعيبه كتيره جدا خلصت كده، وفي وجود الكابتن ايمن يونس برضه لعيبه كتيره خلصت كده. ندي كل واحد حقه. طارق حامد جاي له 3 عروض كبار من دوريات عربيه. طارق حامد واحد من اللعيبه الكبار في الزمالك وفي المنتخب الوطني. يعني حط المنتخب بتحطه طارق حامد، حط فرقه الزمالك بتحط طارق حامد وكم بيت الفرق، مع الاحترام لكل كلهم نجوم. خلاص؟ أنا بقول لكم إن 3 عروض اللي جايين لطارق حامد ما يترفضوش، ولكن طارق حامد متمسك ومصمم وشاري وبيحب وعاشق للفانيلا البيضة، يبقى يترفضوا. ومن وجهة نظري إن كده يترفضوا. لو أنا بحب يبقى يترفضوا، لو أنا عندي انتماء للنادي يبقى يترفضوا. إما أقعد مع رئيس النادي وأقول له أنا عايز بطولات واكتب في تاريخ بطولات يبقى يترفضوا، إما يبص إن هو بعد ما يعتزل هيبقى رمز من رموز نادي الزمالك يبقى يترفضوا، إما يبقى في جمهور بالملايين بينادي عليا يبقى يترفضوا. ده المثال اللي نحطه على الشاشة ونتكلم عليه في الانتماء والاحتراف. طبعا كلنا دلوقتي شايفين فيديوهات طارق حامد وهو بيتمرن في الساحل قبل المعسكر، يعني في أجازة نادي الزمالك طارق حامد بيتمرن في الساحل الصبح وحاطط فيديوهات مكسر الدنيا. منتاليتي بقى، هنا بقى فكر تاني، هنا قصه تانيه. طارق حامد باللون الابيض، طارق حامد زملكاوي، يستحق الحقيقه كل التحيه ويستحق حب جمهور نادي الزمالك زي جنش وشيكابالا واوباما وزيزو وكل الناس اللي جددت. اللي بيجدد في نادي الزمالك لازم يعرف انه بياخد فلوس، ولازم يعرف ان بيفضل في ظهره جمهور بالملايين، بيفضل في ظهره جمهور بالملايين. الجمهور ده حط تحته 1500 خط. عايز فلوس حبب الجمهور فيك، عايز شهرة خلي الجمهور في ظهرك، عايز مجد اوعى تزعل منك الجمهور. دول ال3 حاجات اللي دايما يفضلوا موجودين. وبصوا على حسام غالي، وبصوا على الكابتن محمود الخطيب أسطورة الكرة المصرية، وبصوا على حازم إمام أسطورة الكرة المصرية، وبصوا على الكابتن فاروق جعفر، بصوا على ناس كتير النهاردة وضعهم إيه بعد سنين كتيرة جدا من الاعتزال. عايزين تعرفوا التنافس ما بين الأهلي والزمالك وإزاي كل لاعب بيشتغل على نفسه؟ بصوا معايا على الفيديو ده. ده شيكابالا بعيد عن تدريبات الزمالك، شغال لوحده خالص في ملعب كومباوند صغير وشغال مع نفسه تماما، وده قفشه وهو بيأهل نفسه بدل التدريب 2 و3 وبيقلع التيشيرت دلوقتي، وشوفوا جسم الراجل عامل ازاي وبعد الإصابة بيتمرن. بصوا على الاتنين دول، بصوا على ده وعلى ده. شيكابالا الأسطورة وجنش حب كبير وعشق كبير لجمهور النادي الاهلي ومن جمهور النادي الاهلي ليه. قفشه وجنش، جنش وقفشه، وقفشه وجنش 2 من نجوم، انا اسف، شيكا وقفشه
وشيكا، اتنين من نجوم الاهلي والزمالك. شيكا هو الاسطوره لجمهور نادي الزمالك، شيكا هو اللاعب الامهر في مصر، قفشه حدث ولا حرج، حب وعشق. لو عايز بطوله نادي عليه في الثواني الاخيره، عايز ديليفري بالتليفون اطلب قفشه، عايز هدف كلم قفشه، عايز متعه، عايز حماس، عايز حب للكيان، عايز اخلاص، عايز قلبك يبقى ابيض، اطلب شيكا على طول وما تتاخرش. شيكا وقفشه هو ده الحال بره النادي، ده بس مثال. البنك